باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. أيها الإخوة الأحباء، في احتفالنا اليوم بعيد الصليب المقدس، أدعوكم ألا تتوقفوا فقط عند الصليب، بل أن ننتقل ونتأمل في المصلوب على الصليب. فالصليب والمصلوب هما مدرسة فضائل لكل مسيحي، ومن أهم هذه الفضائل المحبة، محبة الله لكل واحد فينا بدون حدود، وكذلك فضيلة الغفران، كما غفر المسيح لصالبيه أن نغفر نحن أيضاً بدورنا. كما قال أحدهم: أيها المسيحي، إذا لم تغفر لأخيك المسيحي لا يمكن للمصلوب أن يكون لك إلهاً، فتش لك عن إله آخر. ليتنا في هذه الذبيحة نطلب من السيد المسيح نعمة المزيد من المحبة لله وللغريب ونعمة الغفران. نذكر في هذه الذبيحة الإلهية المرحومين التالي أسماهم: غسان حنا الربضي، عيدة حنا الربضي، رفقة حنا الربضي، حنا ضيف الله الربضي، ومن توفي من أهله: مريم نعم الربضي، ومن توفي من أهلها. أنا أعترف لله رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. بذكر أبونا رياض موجود لسماع الاعترافات أثناء القداس. أبونا رياض حجازين موجود لسماع الاعترافات أثناء ذبيحة القداس. كيريا لايسون، هللويا هللويا.
القراءات في الكتاب صفحة 302، كتاب القراءات 302، لنصلي. اللهم يا من شاءت إرادتك أن تخلص الجنس البشري بصليب المسيح، أنعم علينا وقد عرفنا سر هذا الحب العظيم على الأرض بأن نجني ثمار الفداء يوما في السماء بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. الطريق وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية فإنه ليس لنا خبز ولا ماء وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الخفيف فأرسل الرب على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب ومات قوم كثير من إسرائيل فأقبل الشعب على موسى وقالوا قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فادعوا الرب أن يزيل عنا الحيات فتضرع موسى لأجل الشعب فقال الرب لموسى اصنع لك حية وارفعها على سارية فكل لذيذ ينظر إليها يحيى فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. كلام الرب. الشكر لله. اللهم حبا الله نور الله حياتنا. أصغوا يا قومي إلى تعليمي، أرهفوا مسامعكم إلى أقوال فمي، إني أفتح فمي ضارباً الأمثال وأستحضر أسرار غابر الأزمان. اللهم حبا الله نور الله حياتنا. كانوا إذا بطش بهم إياه يلتمسون وينقلبون إليه باكراً يسرعون وتذكروا أن الإله ملجأهم إن العلي هو المدافع عنهم. اللهم حبا الله نور الله حياتنا. ثم خادعوه بأفواههم وزاحوا يكذبونه بألسنتهم ولم يكن قلبهم نحوه قويماً وما ظلوا لعهده مخلصين. اللهم حبا الله نور الله حياتنا. لكنه كان رحيماً وللذنوب غفاراً وما كان لينزل بساحاتهم دمارا بل ظل يكظم غضبه ويهدئ سخطه. اللهم حبا الله نور الله حياتنا. القراءة الثانية
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي. إن المسيح يسوع مع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذاً صورة العبد، وصار على مثال البشر، وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء، ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيداً لله الآب. كلام الرب. نجود لك أيها المسيح ونمجدك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيل البشير. في ذلك الزمان قال يسوع لنيقوديموس: لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وهو ابن الإنسان. وكما رفع موسى الحية في البرية، فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان، لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى أنه جاد بابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. كلام الرب. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد. آمين. أيها الإخوة الأحباء، يقول القديس بولس ويقول ذلك لنا أيضا: أما أنا فمعاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فلماذا يفتخر القديس بولس بصليب ربنا يسوع المسيح؟ ولماذا نحن أيضاً
وعلى مثال القديس بولس يجب أن نفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح. أولاً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه صليب الحب وليس صليب الألم كما يدعي بعض المسيحيين، حتى إنهم لا يضعون صليباً في كنائسهم، إذ ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. ويسوع صلب عليه عنا وحباً بنا، إذ نحن من كان يجب أن يصلب عليه. ثانياً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه صليب الغفران، غفران خطايا العالم وغفران خطاياي وخطايا كل واحد منا. صلى من أجل صالبيه ولا يزال يصلي من أجل من يصلبه بخطاياه بقوله: اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ثالثاً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه صليب الأمل والرجاء حتى لأكبر المجرمين. ألم يقل يسوع للص اليمين التائب: اليوم تكون معي في الفردوس؟ وما قاله يسوع سيقوله لكل خاطئ كبير إذا أظهر توبتهم. رابعاً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه صليب القيامة والخلاص. شجرة آدم وحواء أعطت الموت الروحي، وشجرة الصليب أعطت الخلاص والحياة. صليب يسوع هو الحية النحاسية، من نظر إليه بإيمان يشفى من جميع أمراض الخطيئة. خامساً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه صليب القوة والانتصار للمسيح وللمسيحي، إذ بالصليب انتصر يسوع على جميع أعدائه: الموت، الخطيئة، الظلمة، اليهود، الرومان، العالم. ومع يسوع وبصليب يسوع ينتصر المسيحي على كل أعدائه، لأن الصليب هو قوة. ألم يظهر الصليب في السماء ورآه الإمبراطور قسطنطين وقد كتب تحته: بهذه العلامة تنتصر؟ سادساً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه على الصليب فتح جنب يسوع وطعن قلبه الأقدس فتدفقت منه الأسرار المقدسة، ولا سيما سري المعمودية والإفخارسية اللذين يرمزا إليهما الماء والدم اللذان سالا من جنب يسوع. سابعاً، يجب أن نحب صليب يسوع لأنه من على الصليب منحنا يسوع أمه في شخص يوحنا الحبيب: هذه أمك. قال أحدهم: لو أن الصليب صليب الله مائت لما كان له أي معنى. لا، ليس الصليب متحمل جثة حتى لو كانت جثة إله. الصليب هو شجرة حياة ثمرتها القيامة. الصليب شجرة معرفة أتاحت لنا أن نعرف الله إلى أقصى الحدود، ونعرف إلى أي حد يذهب به الحب إلى القيامة. لا يجوز فصل الصليب عن القيامة. فأمام صليب يسوع يجب أن لا نخاف ولا نتراجع ولا نرفض ولا نكفر، بل أن نفتخر به على مثال القديس بولس القائل: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فلا نهمل الصليب في حياتنا حتى لا نسمع كلمات العتاب هذه: أنا النور فلن تبصرني، أنا الطريق ولن تتبعني، أنا الحق ولن تصدقني، أنا الحياة
ولم تلتمسني، أنا سيدك فلم تطعني، أنا إلهك ولم تعبدني، فإذا ما شقيت فلا تلمني. أخيراً أيها الإخوة، بعض نقاط عملية نأخذها من هذا العيد. أولاً، أن نرسم إشارة الصليب بلياقة واحترام، متذكرنا حب يسوع لنا، قمة حب يسوع وهو على الصليب. ثانياً، ساعة المحن والتجارب والشدائد لنلجأ إلى يسوع القائل: تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم. ثالثاً، أن لا يكون الواحد منا صليباً للآخر، ولا سيما إذا كان هذا الآخر فرداً من أفراد البيت. أنهي حديثي مجدداً بكلمة القديس بولس: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وأيضاً بكلمة القديس يعقوب الكابوشي: صليب الرب حبيب القلب. آمين. نؤمن بإله واحد. أيها الإخوة الأحباء، تحتفل الكنيسة اليوم بعيد الصليب الذاكر، والصليب هو شعارنا الذي به نفاخر الدنيا كلها ووسيلة خلاصنا. لذلك نصلي الآن معا من أجل أن يهبنا الرب حكمة الصليب ومفعوله العجيب. من أجل ألا يرى الإنسان نفسه مسحوقاً تحت صليب يحمله في الحياة، بل محرراً بالصليب من كل قيد، قائماً به من كل موت، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يدرك أتباع المسيح جيداً أنهم بغير صليب لا يكونون من أتباعه، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل المتألمين في الحياة ليكتسبوا بآلامهم عند المسيح أجراً، إلى الرب نطلب. من أجل الذين صلبوا أجسادهم مع المسيح وماتوا من أجل المسيح عن أنفسهم ليختبروا فرح القيامة مع المسيح ومتعة الحياة معه، إلى الرب نطلب. من أجل أن يحمل المسيحيون وراء المسيح صلباناً وأن يستكملوا في أجسادهم ما ينقص لآلام المسيح في الأمم، إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت صليبك الذي علقت عليه راية حرية وآية خلاص، نسألك أن تهبنا أن نعانق هذا الصليب كلما ثقلت علينا صلبان الحياة، وأن نظهر في حياتنا علامة الصليب التي قبلناها بالعماد، محتملين من أجل ذاتك كل صليب. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين.
سعيد. تبارك أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذا الخبز، قدموه لك من ثمر الأرض ومن صميد الإنسان ليبدو لنا خبز الحياة. تبارك الله إلى الأبد. ارجع لورق البخور. تبارك أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذه الخمر، قدمها لك من ثمر الكرم ومن صميد الإنسان لتغدو لنا كأس الخلاص. تبارك الله إلى الأبد. صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. هذه هي التقدمة التي أزالت خطيئة العالم على مذبح الصليب، فنطلب إليك يا أبا المراحم أن تطهرنا بقوتها من جميع آثامنا بالمسيح ربنا. الرب معكم. نرفع قلوبنا إلى العلا، نشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، إنك قد جعلت من شجرة الصليب المقدس
عداة لخلاص الجنس البشري بأجمعه، ذلك أنك شئت أن تنبعث الحياة من حيث نشأ الموت، وأن يغلب بالشجرة من بالشجرة قد غلب بالمسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسموات وقوات السموات، والصارفين الطباويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين: إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسى وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتال إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه،
كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبر العظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيسا واسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر اخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار جميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن أيها الإخوة لنرتل معاً الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح من أجلكم جميعاً الذين لبيتم الدعوة لكي تشاركون في هذا الاحتفال تكريماً لصليب ربنا يسوع المسيح. كما نصلي بنا وخاص من أجل جميع أبناء هذه الرعية الحاضرين والغائبين الأحياء والأموات منهم. جميع الشرور تعطف امنح السلام في ايامنا، اضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئه، لنامن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك سلام استودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، فتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك أبد الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما، فلنتبادل سلام المسيح. Oh.
وذا حمل الله وذا حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. لاحت علامات الفداء كتاب الترتيل 282 282 في كتاب الترتيل. Yeah.
نشكر اولا فريق الورسات اللي دائما ما بيقصر معنا في همامين، دائما موجود في كل مره بنوجه لهم الدعوه، فربنا يباركهم ويبارك رسالتهم اللي هي من اعظم. شكرا شكرا حوله. اللي صحي لكم ما صحش لغيركم، ولكن تستاهلون. فوصلوا كمان سلاماتنا وشكرنا للسيدة بسمة سمعان اللي هي دائما أيضا مستعدة لخدمة إنجيل المسيح في كل مكان تستدعى إليه. شكرا للأهل والأصدقاء اللي شرفونا بمشاركة معنا في هذه الذبيحة الإلهية وما أقدسها من ذبيحة، ذبيحة محبة، ذبيحة محبة المسيح لكل واحد فينا. هذه المحبة اللي هي سند إلنا في هذه الحياة وما أكثر استيعاب هذه الحياة، ولكن هناك علاج، علاج مجاني من شخص المسيح الذي يقول لكل واحد فينا بمر في الظلمة وفي الصعوبات: تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم. وعندما يقول أنا أريحكم هو يعني ما يقول ويقدر على ما يقول. شكرا لأبناء الرعية اللي بحضورهم أيضا أعطوا المثل الصالح في صلاتهم ومشاركتهم واهتمامهم. هاي مش موجودة بالتنبيهات، بس خولة بيطلع لها، خولة بيطلع لها، هي بنت الكنيسة ودائما بتفرح وبتحاول تفرح كل الموجودين في كل المناسبات. بعد صلاة الختام للقداس يقوم الكاهن بتبريك الرمان. ليش نقعد نشرح لكم ليش شو هو الرمان وليش الرمان؟ سبقونا الخوار العلماء أكثر منا وشرحوا لكم ما معناه، إنما بشكل عام يرمز إلى الكنيسة وأبناء الكنيسة والمسيح هو رأس الكنيسة. البركة راح تكون بخشبة الصليب المقدس بدون تقبيل، فقط نعطي البركة للجميع وعارفين شو الأسباب. في نهاية القداس بنرتل حن علينا مريم 446 في كتاب الترتيل لنوصل. ها قد تزودنا الغذاء المقدس، فنسألك أيها الرب يسوع المسيح أن تنظر الذين فديتهم بخشبة الصليب الحي وأن تبلغ بهم مجد القيامة. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. تبارك الرب إله الكون الذي صنع كل الأشياء وأمر بأن يفلح الإنسان الأرض ويخضعها لخدمته. أيها الرب الذي يعتني بالبشر
وأوكلت للإنسان الاستفادة من ثمار الأرض على أن تصل إلى كل الناس، بارك هذه الرمانات في ذكرى واحتفالنا بعيد صليبك المقدس والتي ترمز إلى كنيستك المقدسة. باركنا وبارك كنيستنا وقدها إلى الوحدة المنشودة، وبارك ثمار أرضنا لتعود بالخير والصحة وصحة النفس والجسد علينا وعلى جميع إخوتنا المحتاجين، فنعيش آمنين بسلام وبمحبة المسيح ربنا الذي يحيى ويمكن معك باتحاد الروح القدس إلى دهر الدهور. رجاء أثناء ترتيل في نهاية القداس أن نتقدم، يكون في الشباب وزع الرمان على الجميع. بشفاعة صليب سيدنا يسوع المسيح رمز المحبة والغفران، يبارككم الله القادر على كل شيء، ويبارك بيوتكم وأسركم، ويبارك أعمالكم لكي تكون سبب نجاح لخير الجسد والنفس. بركة الرب القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس تحل عليكم وتبقى معكم دائما. آمين. وانا عنكم جميعا ببوس الذخيرة. Hey.